أخوك توفيق ساحب مني بضاعة من البقالة لحد دلوقتي ب 1500 جنيه، وكل ما أطلب منه فلوس يقول لي بكرة بعده بكرة بعده وما بيدفعش. وأنت بقى ساحب منك إيه إن شاء الله؟ يا باشا الفكرة مش ساحب مني، الفكرة إن أنا دخلت مشروع أنا وأخوك وأنا دفعت له حصته في المشروع وأنا دلوقتي عايزهم. دفعت له كام بقى؟ دفع له 4000 جنيه. وده كان مشروع ايه ان شاء الله؟ شويه مكمدات كده، شويه كبده على شويه سجق، حاجات حلوه كده، بس كل الفكره ان يعني يعتبر صلاحيتها قربت تنتهي. قربت ولا انتهت تفرق؟ كلمني بصراحه، احنا اخوات يعني. سكه ودغري يا باشا صلاحيتها منتهيه. صلاحيتها منتهيه. تاكد الناس حاجات صلاحيتها منتهيه يعني. يا باشا البطن بتفرم يا باشا وانت عارف. بتفرم. طيب ما تزعلش يا عم حمدي، انا هعدي على حضرتك بكره ان شاء الله وفلوسك هتكون موجوده باذن الله. تقدر دلوقتي حضرتك تتفضل. امرك. اتفضل. بتفرم. ومافيا. في ومافيا. في ايه يا باشا؟ انت جاي الراجل مباحث في بيته وتقول له ان انت بتتاجر في الاغذيه الفاسده؟ وشك في الحيط يا باشا. نتفاهم. وشك في الحيط. وعلى فكره توفيق اخويا ملوش علاقه بالموضوع ده، ده لسه حته عيل صغير قاصر يعني، انما انت الشنبك خط في وشك. ها يعني مغفل، والقانون لا يحمي المغفلين. وشك في الحيط ومش عايز اسمع صوتك. طب يا باشا انا وشك في الحيط ومش عايز. طب حضرتك بس انا متنازل عن كل حاجه، انا مش عايز حاجه. وانا بقى مش متنازل عنك. وشك في الحيط. تفرم. تفرمك. يا مدحت. بقول لك ايه، انا عايزك تبعت لي دوريه حالا على البيت. لا 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 مفيش حاجه، ده موضوع كده واحد فاتح مفرمه. بقول لك ايه يا مدحت، انت سندوتشين الكبده اللي كلتهم امبارح كانوا كويسين ولا ايه؟ طب احمد ربنا بقى ان انت لسه عايش. بسرعه يا مدحت.